وسط الساحة. لكن هناك كذلك جوهرة صحراء فرقة جميلة ممكن من مين ولاد زعبود باللبنين وذلك توجد معانا وعدة فرق أخرى من غمراس من تطاوين من وطرطة يبدو أن الفرق كثيرة وكثيرة جدا. تصفيقة حارة Yeah.
جميل هذا العرض وشكرا لهذه الفرقه الشعبيه الجزائريه كذلك مره اخرى. كل الفرق متونسه في الساحه كما تشاهدون ونحن نطلب المزيد المزيد من العروض. وي كودوفون دوفون اوكون كوا مدامز بيشيرا وكودوفون اوكون دوفون سي كودوفون اوكون بلوس دو لا دونس اي الشوط المريك اي بعد الكوب دو لانتيريور من قصد لعيبه كامون Let's go, let's go, let's go.
يا ساتر تصفيقه تصفيقه ويزيدين بركه شكرا 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 كانت فرصه حلوه وممتعه للغايه والكومان كان خارق العالم جميل 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 جدا معاود تصفيقه اخرى على رعاه الابل وعلى اصحاب الابل واصحاب اليوم يبكرونا بالفرج والفرجه الجميله ولهذا نطلبوا ممكن من بعض كيف يحبوا لك حال هذا هذا دمر له جبتي
Acrobatic Devil
وتصفيقا من الجماهير. Thank you.
طيب تصفيق عليها مرة أخرى، تصفيق عليها، روحتها جميلة وهي أجمل. تو قلت بنات لهنا في الشرق شو اسمه يا مدير الحصان؟ سمعت قدي ها؟ سلموا على بعض. ايه برافو عليكم، تناسق تناسق حركة جميلة وتناسق حركات اليوم فيها برشا فكرة وفيها برشا عمل وفيها برشا مشاهدة وحب الحصان وحب الخيل يعطينا فكرة عامة على ولاد بلغارسلة وحبهم للخيل وحبهم للفروسية. الفرجة مازالت مواصة، مازال عندنا العرض اللي تحبوه انتم اكثر من كل العروض في ظني، هو عرض كذلك الصيد السلوكي وكل الفرق الشعبية لا زالت موجودة معنا توا حاليا، ممكن ياسر عندها عرض اخر، مازالوا اصحاب الفرسان واصحاب الخيول المزيد اليوم المتواجدين، اتفق اسماء اكثر من عام اليوم متواجدين معنا وهي في هذا الدرجات. نحن نستقبل بدورية المهرة. Thank you.
يمازر في دودة يضايل يرسم رعد اشتافي ليه
خويل ما دلوه عداي لا شالوا بيه مراحيل وربك بين الكوت الضايل لون العداله في الميل اللي شب حيبري العلايل هاللي لونه دم كتير اللي سنسى من داح الشايل يستاهل شعر وتفصيل اللي يحظي ميزه وخصايل من شاعر ويجيبه هيل عليه مكتم واحلى السمايل والرقبه كيف تنفيل براريمه للخير دلايل جمل وما فيهم تشكيل قوي عظمه مكبوس رغايل لحمه وافي موش هزيل ولا هوب سياب نجايل ياكل من مندوج السيل مقنقط موش شواف دايل لا شفشف لو بار طويل كما التاليس يفك الصاير يلعش كيف انياب الفيل مبسس يكدي ضيف دايل صبخه من الابعاد تخيل على الصحه قفصات صمايل يهشوا في الارض تكربيل شمام يزف البرور عزايل وزات على كتف تميل وما زال في وصفي تخايل غير خايف من وصفي طيل ونثني عن خوتي الفضايل ونزيد عليهم تهليل اللي هذه الغليظة متاع شنو؟ متاع شنو هذه؟ ولا شركة ما عندي شركة نشدوا عليها هذه قالوا لكم ما تخلوش لا عليك هذه تو طلقة تضرب بها بنادم يا شريط هذا متاع شنو؟ شريط هذا متاع شنو؟ 14 ولا 14 كان أصغر من الشركة بتاع 14 ونص وهذا هذا متاع شنو؟ قضايف شنو؟ قضايف فكنا منها والصندوق المسكر هذا افتح هذا القضايف هاو الصندوق هذا هاي حتى هذه هاو ولا الصندوق هذا متاع شنو؟ ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجع
جاي جاي حكيت مصعب هاي صفعه لا ما تبيش شنطه عاوني حاول الطاسه ولا مني بوها حط طاسه الدلمس ماني ماني علا ها 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 هي جايه حطي لها شيشه تحت شيشه ولا حولوا الشنطه شنطه حولها لفتها يعني فاتبه هاك شنطتك خذيها علي خذيها من التليفون من هذا؟ غني تيار كستي الله سمعت قالها تلف الجاية آفا تلا هاتا وهانتو شفت لي آخا تشبه فاكر نتير 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 غولة هذا شو كنت قلت رمزان نتير قلت لها تخلص جزء يا فترة من هذا مدام قاع مزندير لتسلسون شادر ايه خلاص يبو التواصي مول Thank you.
السلام عليكم. اهلا.